شليل فلوقيتي إيبي بروز بشي صاصيتي إيريني باسي سنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. من أجل سلام الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية المسكونة على قاسيها كل الشعوب وكل القطعان باركهم. السلام التي من السماوات أنزلها على قلوبنا جميعا، بل وسلامة هذا العمر الأنبياء علينا عاما. الرئيس والجند والرؤساء والوزراء هو داخلنا ومخارج زينهم بكل سلام. يا ملك السلام أعطنا سلامك لأنك أعطيتنا كل شيء. اقتنينا لك يا الله مخلصنا لأننا نعرف آخر سواك. اسمك القدوس هو الذي نقوله، فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس ويقوى علينا حامدك موت الخطية ولعل كل شيء فنسأل الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب بطر أركان الآب المكرم رئيس الأساقف الباب المعظم الأنباء ودروس الثاني وإخوته في الخدمة الرسولية أبينا البطريرك الأنطاكي ماري أغناطيوس أفرايم الثاني وأبينا البطريرك الأثيوبي أبونا متياس الأول وأبينا البطريرك الإريتري أبونا أنطونيوس الأول وشركائي في الخدمة الرسولية آبائنا المطارنة والأساقفة المجتمعين ما أنا. صلوا من أجل رئيس كهنتنا الباب المعظم الأنباء تودروس الثاني بابا بطريرك رئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وأخوتي في الخدمة الرسولية بين البطريرك الأنطاكي ماري أغناطيوس أفرام الثاني وبين البطريرك الإثيوبي أبونا متياس الأول وبين البطريرك الإريتري أبونا أنطونيوس الأول وشركائي في الخدمة الرسولية بين الأساقفة المجتمعين معنا وسائر أساقفتنا الأرثوذكسية. حفظنا احفظهم لنا سنين كثيرة وأزمنة سلامية هادية مديدة مكملا رئاسة الكهنوت المقدسة التي تمنته عليها من قبلك كإرادتك المقدسة التبوية.
مفصلا كلمة الحق باستقامة، راعيا شعبك بطهارة وبر، وجميع الأساقف الأرثوذكسيين والقمامس والقصوص والشمامسة، وكل امتلاء كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. انعم عليهم وعلينا بالسلامة والعافية في كل موضع، وصلواتهم التي يصنعون عنا وعن كل شعبك، وصلواتنا نحن أيضا عنهم، بلها إليك على مذبحك المقدس الناطق السمائي رائحة بخور، فسائر عدائهم الذين يرون والذين لا يرون اسحقهم وذلهم تحت أرجلهم سريعا، أما هم فاحفظهم بسلامة وعدل في كنيستك المقدسة. يا رب ارحم. أيضا فلنسأل الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. أذكر يا رب اجتماعاتنا باركها، المقدسة واجتماعاتنا يا رب ارحم. ان تكون لنا بغير مانع ولا عقل، نصنعك مشيئتك الطوبى المقدسة، بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة، ننبع علينا على عبيدك الاتين بعدنا الابد. قم أيها الرب لنا ولا تفرج جميع عداك، وليرى من قدام وجهك كل مبغض اسمك القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف، رباط رباط، يصنعون أراك بالنعمة. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب رابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب ولقد الروح إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجل خلق البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء وتأنس وصلب عنا عاظم رأس البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجدي يدي الأحياء والأموال، الذي ليس مخلوق نعمل بروح القدس الرب المحيي المصحي للآب، نزل الدار نمكنه على الآب والإب الماضي في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة سليم، نعترف معمودية واحدة في الخطايا، ننتظر قيامة الأموات تنبش تغل خايد انتي أناستاسي انتيني رغمور نمي انت انتبي اونس نيو
نباسي بطن أمتي يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير حساب، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالزهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلامة السمائية هذه التي أجناد الملائكة يمجدونك بها قائلين المجد لله في الأعلي وعلى الأرض السلام وبالناس المسار. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسول مسرتك يا الله املا قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوعنا في دينونة من مواهبك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربي Hey!
Estasite catartromo, es anatolas eflepsate poros home. Iten nebeles veiante disotopos suabmare, sois aremot manipo e forinte nen nomi tenostem mocomeresos. Oh.
ευχαριστήσομεν του Κυρίου. Αρσίον και αξίον καζί καόρ, αξίον καζί καόρ, αξίον καζί καόρ. Βιέτ σοπ ευνή με ψώς ευνότην τέτοι με σμή, βιέτ σοπ χαγόν νένε, ο ετόεν ορουσάε, וישוב חרנית את שעושה עד גושתה שנית סביות ואת אבסם יונת ונמבקה ונמב יום נמנה את אנחית אותי אירו אפיותם בן שוי סבו בן נוטו בן סוטיר יסוס בחרסוס וי איתך סמיו אמב טרף ובול איתות ונאיתונב איראו נמני איתה אינסנב איראו ויתהם סייג'ים באסרונוס אין תבפאו ואת אושתי אמוב איתם גומני ונסאו איקסי מיני الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوة أنت هو الذي يقف حولك الشيروبيم الممتلئون أعينان والسيرافيم ذوي الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائل Oh,
سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النائم. لم تتركنا انقاذ الانقضاء، بل تأتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن جلوس بالظلمة وزلال الموت لابنك الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القدوسة مريم. آمين. تجسدا وتأنس وعلمنا طرق الخالق، أنعم لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا طهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تعمل لك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مباعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصالح. السماوات وجلس عن يمينك أيها
يدين مسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كنحو أعمالي. كرحمتك يا رب وليس كخطايا. هذا السر العظيم الذي للتقوى، لأنه في مراسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يدي الطائرتين اللتين بالعيب والأدنسين الطوبويتين المحييتان. نؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. ونظر إلى فوق نحو السماء إليك الله باصي كل أحد وشكرا. آمين. وباركه. آمين. وقداسه. قسمه وأعطى لخاص تلاميذ القديس وسيطهري قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسد الذي أقسم عنكم عن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوا لذكري. هذا هو بالحقيقة آمين. وهكذا أيضا الكأس بعد العشاء مزجها من عصير الكرمة والماء شكرا. وباركها. آمين. وقداسها. وأعطى أيضا لتلاميذ القديسين وصلتها قائلا: خذوا واشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوا لذكري. حقيقة الله.
لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن آجي. نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامة من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورعادة يجعله جسدا مقدسا له حقا وهذه الكاس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا يا رب ارحم لينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى تضبطهم والذين أرعونهم ثبتهم يا رب ارحم أعطي بهان الإكليروس نسكا للرهبان والراهبان طهارة للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجة يا رب ارحم رحمة للتائبين صلاحا للأغنياء وداعة للفضلاء معونة للمساكين يا رب ارحم الشيوخ قوم والذين في الحداثة أدبهم غير المؤمنين رد أمنة
لقد افتراقت الكنيسة. يا رب ارحم. تعظمان البدعة ونحن كلنا حسبنا في وحدانية التقوى. جعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا تناول مقدساتك طهارة أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أولا أذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية الأرثوذكسية. يا رب لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظ بسلام جميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب بطرركنا البابا الطباوي المكرم رئيس الأساقف البابا الأنبات وأدروس الثاني وإخوته في الخدمة الرسولية بين البطريرك الإنطاكي ماري غناطيوس إفرام الثاني وبين البطريرك الإثيوبي أبونا متياس الأول أبونا البطريرك الإريتري أبونا أنطونيوس الأول وشركائه في الخدمة الرسولية أبائنا الأساقف المجتمعين معنا. صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنباء تودروس الثاني بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وإخوتي في الخدمة الرسولية أبينا البطريرك الأنطاكي ماري أغناطيوس أفرام الثاني وأبينا البطريرك الإثيوبي أبونا متياس الأول وأبينا البطريرك الإريتري أبونا أنطونيوس الأول وشركائي في الخدمة الرسولية أبائنا الأساقف المجتمعين معنا وسائر أساقفاتنا الأرثوذكسية. يصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل القمامسة والكسوس والشمامسة والإبوذياكونين وسبع طغامات كنيسة كل الخدام وكل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معاً. ارحمنا يا الله يا رب خلاص هذا الموضوع الم
قد سلزلك وكل ذي ركبين الأرس زكسين من أجل خلاص العالم ومدينة نادي سائر المدن والجدار الأقاليم والأديرة تفضل يا رب أهوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باريك اطلبوا ونأوي السماء وثمرات الأرض والشجر والكروم وكل شجرة مثمرة في كل المسكونة لكي يبارك المسيح إلى هنا ويكملها سالما بغير آفة ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم أسعدها كمقدار يا كنعمتك فرح وجه الأرض ليروع حرسها ولتكسر أسمارها أعد للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق باركك للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عيون الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا ماضيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء في كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين خدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماوي صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا الوحيد أن نشترك في تذكار قديسك تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباب على الأطهار رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والمعترفين وكل أر
أرواح الصديقين الذين تكملوا خلفنا. وبالأكثر القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، والقديس حنا السابق المعمدان والشهيد، والقديس ستيفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء، والقديس مرقس الرسول الطاهر الشهيد والإنجيلي، مرقس الرسول بطريرك القديس ساويروس معلمنا ديسكوروس، والقديس أثناسيوس الرسول، القديس بطرس رئيس الكهنة وخاتم الشهداء، والقديس يوحنا زبي الفم، والقديس سودسوس، والقديس سوفيلوس، والقديس ديمتريوس، والقديس كيرلوس، والقديس باسيليوس، والقديس أروروس الناطق بالإلهيات، والقديس أروريوس صانع العجائب، والقديس أغريوري أيوس الأرماني. والثلاث 118 المكتمين بنقيا، والمئة وخمسين بمدينة القسطنطينية، والمئتين بأفسوس، وبنى الصديق العظيم أنبا أنطونيوس، والبار أنبا بولا، والثلاث أنبا مقرات القديسين، وجميع أولادهم لباس الصليب، وأبنى أنبا يحنس القمص، وأبنى أنبا بيشوي البار، الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، وكل مصافي قديسيك، هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا، وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. فليقول أسماء بين البطارقة القديسين الذين رقدوا، الربنا يحمي خصوم أجمعين ويغفر لنا خطايانا. حرس علي Rezaa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 a
طعن مواتئ وكد لم لا استمقى في أورشليم السمائية في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم، احفظنا يا رب في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام. لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة وسلام لجميعكم ولروحك أيضا وأيضا فلنشكر الله الأب أفضل كل أبا ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا لفوق ونخدم اسمه العظيم القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وإسعاد أسرار الإلهية الغير الميتة. آمين.
Χριστός εν γήπηβαν το κρατό, ποιο είσαι βεννότη. Αμήν, αμήν, εμπρός ευεξαστή. Παρακαλώ, σαλάμ, λεγεμίαικου. Ολυρώχικα, αϊδά. Αιώα, Σέιδε, Ραμπ, Ελλά, ضابط الكلاب, ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. الذي من قبل صليبه نزل الجحيم ورد آبان آدم وبنيه إلى الفردوس ودفننا معه بموته أبطل عز الموت وفي ثالث يوم قام من الأموات المسيح كذا قائلا أعلمي إخوتي أن يذهبوا إلى الجليل هناك يرونني ميخائيل رئيس الملائكة نزل من السماء ودحرج الحجر عن باب القبر وبشر النسوة حاملات الطيب قائلا إخريستوس أنيستي إكنكرو Sosane esti المسيح قام من الأموات بالموت داس الموت والذين في القبور أنعم لهم بالحياة الأبدية ونفخ في وجه تلاميذ القديسين وصلاتها المكرمين قائلا اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكا أجل هذا نسألك يا سيدنا طهرنا من كل رياء لكي بقلب طاهر نكسر بدلة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول جبنيوت أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ثم مشيتك كما في السماء كذلك وارزقنا من الرزق أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن
اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها الله استحقا مع روحك ننصت بخوف الله امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم القدس القديسين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله وقدوس والروح القدس آمين واحد والآب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدوس Χριστό το ιετο σε ο ημών αμή. Χριστό το Υιό του Θεού ημών αμήν. Βέχεν όμες μία. Αμήν.
أمين. أؤمن واعترفوا للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا ولية الإله القديسة الطاهرة مريم، واجعلها واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بلاص البنطي وسلمه عنا على خشب الصليب المقدس بإرادته وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أن هذا بالحقيقة. آمين. عن كل المسيحيين بكل مكان الذين قالوا لنا أن نذكرهم في البيعة في سؤالاتنا وطلباتنا إلى الأبد في ملكوت السماوات. يا يسوع المسيح ملكنا استجب لنا وارحمنا. أمين. الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. Ah.
احتفلت الطوائف المسيحية المختلفة بطقس قداس عيد القيامة المجيد. أيضا كنيسة القيامة بأورشليم القدس احتفلت بطقس قداس عيد القيامة المجيد بفلسطين، فلسطين التي عاش فيها السيد المسيح له المجد، ومنها انطلقت البشارة بالمسيحية إلى كل أرجاء المسكونة. لذا تحتضن فلسطين العديد من الأماكن المقدسة، ومنها
مدينة بيت لحم، حيث كنيسة المهد، موضع ميلاد السيد المسيح، وعلى بعد خطوات 10 كيلومترات تقريبا من مدينة بيت لحم، خطى السيد المسيح خطواته الأخيرة على طريق الآلام. في أورشليم القدس صلب السيد المسيح وقبر وقام، وها هو القبر المقدس داخل كنيسة القيامة، كنيسة القيامة التي استغرق بناؤها حوالي 11 عاما، وأشرفت على بنائها الملكة هيلانا والدة الإمبراطور قسطنطين البار. مدينة القدس التي بها كنيسة القيامة هي نجدها في قلب فلسطين، على تلال يتراوح ارتفاعها ما بين 720 إلى 830 مترا عن سطح البحر، وتبلغ مساحة مدينة القدس بحدودها الحالية حوالي 125 كيلومتر مربع. تحيط بها الجبال، أشهر هذه الجبال جبل الزيتون، ومن جبل الزيتون إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حيث نختتم فعاليات وطقوس القداس الإلهي لعيد القيامة المجيد. تحية التلفزيون المصري الذي نقل فعاليات القداس على مدار 4 ساعات ونصف. تحية الأستاذ عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الذي أوفد عنه المهندس مجدي أمين رئيس قطاع الهندسة نائبا عن سيادته في حضور القداس الإلهي نظرا لسفره، وأيضا تحية الأستاذ مجدي لاشين رئيس التلفزيون الذي أوفد عن سيادته الإعلامي عاطف كامل لحضور القداس الإلهي أيضا نظرا لسفره. تحية كمال مطر المشرف العام على فعاليات الكنيسة، وأيضا تحية المخرجين عادل معوض ومجدي قلدس وريمون عزمي وصمويل سامي. تحية العاملين في الإذاعة المصرية وعلى رأسهم الأستاذ فايز فرح مستشار وزير الإعلام الأسبق، وأيضا محمد جراح ونشأة فايز. تحياتي جورج رشاد، كل عام حضراتكم بخير وإلى اللقاء.